يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، هل يعود الضمير هو إلى الله سبحانه أو يعود إلى السائل؟ لا، إلى الله جل وعلا. يسأله أي الله من في السماوات والأرض، كل يوم هو أي الله في شأن، يتصرف في أمور الكون، نعم، ويدبرها، نعم.